أما إذا صاحت من الله سارحوها بالغنم جدا شيخ وابوها بطل وامها من بيت أمارة أما إذا صاحت من الله سارحوها بالغنم لا تكحل ولا تمشط ولا تلبس الثوب المكلف إلا لا جاءوا يزفون أهلا أن دايدها عروسة أمها عادت يا بنتي مني ما زوجها لفارس وأبوها قال من يغلبني أزوجه بنتي بلاش خلفها شاه وأبوها أمها شاهين حتى عن نسبها كل ليلة وأبوها صحت منهما سرحوها بالغنم لا تكحل ولا تمشط ولا تلبس الثوب المكلف إلا نجاه يزفون أهلام أن دايدها عروسة أمها عادت يا بنتي إني ما زوجها للفارس وأبوها قال من يغلبني يا زوجه بنتي بلاش خلفها شاه وابوها امها الشايم حتى عن نسبها كل ليله وابوها يذبح جنائن من خطابها كل مثل ما قال في الأمثال من يبغي الجود غير
خونا وقفنا بلاش لا تكلف ولا تشر جميع القبح إلى النسبة لو رجت به الكلام الصح ما عاشر خطابة We'll be right back.